سويت ليلي هو أول مقهى خاص بالنساء فقط بسيدي بلعباس، مكان اختارت له صاحبته سارة ديكورا يعبر عن كل ما له علاقة بحواء. فكرة جاتني هو اصلا كان حلم تاعي ندير مطعم ولا مقهى، وشفت في لافيل تاعي يعني في ولايه سيدي بلعباس الشيء اللي ما كانش، بغيت حاجه زعما تزيد اضافه للمدينه. شفت بلي كاين لي فام وكاين لي زونفون ما عندهمش وين يروحوا، درت هذا مقهى نسائي، هو مقهى خاص بالنساء فقط. لذلك ارتأيت باش ندير اللون الوردي والديكور كذلك ما يتماشى مع الذوق النسائي. زبونات مقهى سارة يجدن راحتهن بحكم الجو المريح والهادئ وكذا الخدمات المقدمة التي جعلت منه القبلة الأولى للنساء. يريحوا عليز يجيبوا ولادهم، ولا كاين اقبال كبير، عندي زبونات وفيات وعندي ثاني دي باساجير دي فايجوني ميم من تخوي لايا، ولي بواسون شود دي فخواد، نديروا الحلويات، نديروا لي سالي، نديروا ثاني لي زيفينمون، نديروا اعياد الميلاد. الحاجه المميزه للنساء فقط، دونك وحده تجمع اليز تقعد اليز صافي بليزير. لا ديكو ثاني بارتيكولير كيما المقاهي تاع الرجال، هادو هنا مقاهي للنساء، نتلاقوا حنا صديقات ولا الاخت ولا نفوتوا اوقات ممتعه بعيده عن الضغط على المنزل. بعدما كانت المقاهي في وقت غير بعيد حكرا على الرجال فقط، أثبتت سارة عكس ذلك وجعلت من مقهى سويت ليلي مكانا خاصا بالمرأة فقط تجد فيه راحتها بعيدا عن ضغط العمل ومسؤوليات البيت.